مسرح الجريمة في أحد كمائن الشرطة يلمح الضابط أحد الشباب مقبلا في اتجاه الكمين، وما أن شاهد أفراد الكمين بدأ عليه الارتباك وألقى بلفافة كانت بيده على الأرض واستدار إلى الخلف وانطلق هاربا. هب الضابط مسرعا خلفه حتى نجح في الإمساك به، ثم التقط اللفافة من على الأرض وتبين بعد إرسالها للمعمل الجنائي أنها لنبات البانجو، فقام باتخاذ الإجراءات القانونية. مساء الخير يا حضرة الضابط، تفضل استريح. شكرا. هناخد منك كلمتين في المحضر بتاع الولد اللي اتمسك ببانجو يا حضرة الضابط. تمام يا فندم. بسألك في الأول، بقولك ما هي المسافة اللي كانت بينك وبين المتهم لحظة ما شافك وهو داخل على الكمين؟ يعني حوالي 10 متر تقريبا. تمام، اكتب يا ابني، كانت المسافة بين الضابط وبين المتهم لحظة مشاهدته في الكمين 10 أمتار. طيب المتهم لما شافك طبعا ارتبك وخاف، اتصرف ازاي الولد؟ عمل ايه بعد كده؟ هو كان جاي ناحية الكمين وكان في ايده لفة كده، يعني اول ما شاف الكمين رماها ولف وطلع يجري. تمام، طيب انت عملت ايه بقى ساعة ما شفته وهو بيجري؟ انا طلعت اجري وراه باقصى سرعة عندي والحمد لله عرفت امسكه. تمام، طيب ممكن تقول لنا يا حضرة الضابط لحظة ما مسكت المتهم كانت المسافة بينك وبين اللفة اللي معلي رماها على الأرض دي كانت المسافة قد ايه؟ يعني حوالي مثلا تقدر تقول كده 2 أو 3. تمام، اكتب يا ابني. استطاع الضابط أن يلتقط اللفافة التي كانت موجودة على الأرض وكانت المسافة بينه وبينها لحظة إمساكه بالمتهم من 2 إلى 3. هو أنت مسكت يا حضر الضابط خدت اللفافة دي من على الأرض أولا ولا أمسكت بالمتهم أولا؟ لا، أنا جريت ورا المتهم الأول ومسكته وبعد كده التقطت اللفافة. إحنا بنشكرك جدا يا حضر الضابط. تم تقديم الدفاع التالي للحصول على براءة المتهم. استند الدفاع عن المتهم في هذه الجناية على قانون الحركة أو قانون الديناميكا، لأن المسافة اللي كانت بين الضابط وبين المتهم كانت 10 متر. الولد استدار للخلف وجري، الضابط جري وراه، يبقى الضابط بالمنطق جري قد في الأول جري 10 متر. كان الولد مش واقف، يبقى الولد جري على الأقل لو سرعته أقل من الضابط 8 متر. الضابط جري 8 متر، الولد جري 6 متر، الضابط جري 6 متر، الولد جري 4 متر، وهكذا إلى أن التقيا في نقطة أساسها أن سرعة الضابط أكبر من سرعة المتهم. تعالوا بقى، البراءة تيجي منين؟ تيجي من سؤال وكيل النيابة للضابط: ما هي المسافة التي كانت بينك وبين اللفافة الملقاة على الأرض لحظة الإمساك بالمتهم؟ قال إيه الضابط؟ قال في التحقيق إن المسافة كانت حوالي من 2 إلى 3 متر. طبعا بالحساب اللي احنا قلناه ده إن هو جرى 10 متر وبعد 10 متر 8 متر 6 متر وهكذا إلى أن أمسك بالولد، لا يمكن تكون المسافة في الآخر ساعة ما مسك الولد، لا يمكن تكون المسافة 2 أو 3 متر بالنسبة لللفاف، لأن هو أصلا بعد عن اللفافة دي مسافة كبيرة وفقا لقانون الديناميكا. وبالتالي لم تقتنع المحكمة بأن المسافة التي كانت بين الضابط وبين اللفافة الملقاة على الأرض 2 إلى 3، إنما كانت لا تقل بأي حال عن الأحوال عن 10 إلى 15 متر، وقضت بالبراءة بناء على قانون الحركة أو قانون الديناميكا.